بون راح ندير واحد ما نديرش لا فيديو باسكو ندير لو سون. انا جو بريفير لو سون خير من لا فيديو غير الا كان باغ اكزومبل حاجه لازم تشوفوها. بون هادي هي انا كل حال دوك تسمعوها هي اللي وش يقولوا لها هذيك تاع تاع الجزائر صالحي ولا ما على باليش عفسه كيما هكذا هذيك اللي قالت لهم يتزوجوا ولا ما على باليش. سمعوا هادي من الثقافة بتاعتنا احنا ثقافتنا في مثلا في السودان المرأة تقبل انه تجي عليها ضرة والمرأة تزوج هذه زوجها. هذه ثقافة إسلامية وليست هي إسلامية. لا معليش هي إسلامية قبلية. لكن احنا قد نكون متمسكين. يعني انا حصل خناق بيني وبين الاخوات المصريات انا اقبل لانه زوجت ابي وزوجي يتزوج صديقتي والان انا متواصلة معاهن عادي. يعني مثلا في ظروف المرأة اذا زوجت كانت من؟ زوجت ابي والان لدي اربعة من الاخوان افتخر بهم جدا. زوجتي ابي زوجت ابي ايوه ولي اربعة من الاخوان افتخر بهم جدا. وامك موجودة؟ امي موجودة الله يرحمه والان كلهم راحوا. بس انا حسيت انه بابا لسه كان في 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 شبابه ولسه ممكن يكون عنده اولاد. وامك وأمي موجودة؟ وامي موجودة وهي خلاص حست بنفسها يعني دخلت في الزوم بتاع انها كبرت فليه انا احرمه؟ زوجت ابي والان لدينا اربعة من الاخوة افتخر بهم لانهم يحملون اسم ابي. وهذه عادات هذه يعني ليست خصوصية هي ليس لا خصوصية للسودان. خصوصية عندنا مثلا في غرب السودان عندنا قبيلة معينة اسمها الفور. المرأة بتزوج زوجها الأولى والثانية بيتفقوا مع بعض وتيجي الثالثة يتفقوا مع بعض ويوزعوا الأدوار بيناتهم. في وسط السودان مثلا في الخرطوم لا يوجد. المرأة في الخرطوم تغار على زوجها وما تقبل انه تجيها ضرة. غد تنتحر وغد تموت وغد تشنق نفسها وغد وغد وغد. لكن احنا عندنا في غرب السودان انا زوجي زوج من صديقتي انا اعترض عرفتي؟ وفرحتي. عندنا مثلا الرجل ايوه فرحت ما خلاص جابت ولد لبناتي اخ ايه المشكلة؟ يعني احنا عندنا الرجل في نفس المنزل؟ لا كل واحد في حاله بس خلاص يعني انا بقبلها. يعني الرجل عنده مال كنت وعنده تتمنين علم ايوه لازم يكون عنده. لا لا اتمنى ذلك. اتمنى انه يكون عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اني مكاثر بكم الامم كيف يكاثرهم من غير الزواج والإنجاب؟ بعدين عندك ظاهرة العنوسة كيف نحارب ظاهرة العنوسة؟ تعدد الزوجات لازم تعدد الزوجات بدل ما يتزوج في السر أحسن يتزوج علنا. شتو؟ باسكو هي عندها ثلاث بنات ولا مع بين زوج بنات ولا ثلاث بنات دونك راجلها تزوج جاب ولد شيء جميل على كل حال.